وحول موجة التضخم العالمية غير المسبوقة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، يعني الآن نحن أمام أزمة تضخم عالمية ألقت بظلالها بالطبع على العديد من دول العالم. اليوم بريطانيا وحيدة من هذه الدول، وبنك إنجلترا رفع الفائدة إلى 1% مع ارتفاع التضخم. كيف ترى هذه النسبة وتأثيرها على بريطانيا؟ اولا زي ما حضرتك قلتي، احنا في ازمه وازمه عالميه، خارجين من ازمه كورونا، واصبحنا يعني لقينا نفسينا فجاه في ازمه ثانيه مع الحرب الروسيه الاوكرانيه. البنوك المركزيه على مستوى العالم بدات تتحرك، ولما تتحرك معناها انها بتلعب بسعر الفائده عشان تتلافى الضغوط التضخميه نتيجه توقف سلاسل التوريد او نتيجه ازمات الانتاج او توقف التجاره وتوقف عمليه البيع والشراء. وساعتها التضخم بيحدث لما يكون في كميه نقود مع المجتمع مع الناس، وفجاه نلاقي حجم الانتاج او حجم البضائع بيقل نتيجه شح البضائع او نتيجه ارتفاع اسعار او تكلفه النقل، فتبتدي عمليه الانتاج او ان المنتجين والمصنعين سلاسل التوريد تتوقف، يحصل مشاكل في الانتاج او يبقى فيه خوف في عمليه الانتاج، فيبتدي عمليه الانتاج اللي هو العرض يبتدي يقل، وفي نفس الوقت الطلب موجود، الناس عايزه تشتري، فتكتر الفلوس او السيوله في المجتمع، فيبتدي يحصل تضخم او ارتفاع الاسعار. بتتدخل البنوك المركزيه زي ما شفنا جيروم باول امس، الولايات المتحده المجلس الفدرالي الامريكي رفع نسبه الفائده، بريطانيا رفعت، استراليا اللي كان عمرها ما كانت بترفع وبتتكلم عن نسبه الفائده، البنك الاوروبي، دول كتير ابتدت، احنا في مصر يمكن خدنا الخطوه دي مسبقا، دول كتير وطبيعي جدا، وقلنا ان حتى مصر من السياسات الماليه الطبيعيه اللي بتاخدها الدول انها ترفع سعر الفائده علشان تشفط حجم السيوله اللي موجوده في المجتمع، الناس تحط فلوسها في البنوك عشان تغريها سعر الفائده مرتفع، فبالتالي تشفط كميه السيوله اللي موجوده لدى الافراد، وبالتالي تقل عمليه الشراء مؤقتا، فنبتدي نتلافى التضخم. لكن على اي حال، سواء البنوك المركزيه رفعت، كنا بنقول تاني ما فعلته بريطانيا وما فعلته الولايات المتحده واستراليا والاتحاد الاوروبي واللي احنا عملناه، ده اجراء طبيعي طبيعي بيتخذ الف ب موجود في كتاب الاقتصاد، ان الحكومات او البنوك المركزيه او المصارف المركزيه او الفدراليه لازم ترفع سعر الفائده لما يحصل توقف او ازمات في العرض في الانتاج نتيجه اي ازمه اقتصاديه او نتيجه اي حرب او نتيجه اي ماساه يعيشها العالم. فسعر الفائده رفع، وانا اتوقع حتى يمكن يعني ان احنا نرفع سعر الفائده، قد يرتفع سعر الفائده في مصر نتيجه رفع سعر الفائده على مستوى العالم. حتى الفدرالي الامريكي توقع ان ممكن سعر الفائده يوصل ل 2.5 و3، ودي ارقام عمرنا ما سمعناها في الولايات المتحده. احنا مش شايفين تضخم وصل ل 7.8%، يمكن اكبر نسبه تضخم من 40 سنه نتيجه الازمه اللي احنا عايشينها. فطبيعي جدا ان هذه الاجراءات تتخذ، وطبيعي ان البنوك المركزيه والمصارف المركزيه تاخذ هذه الاجراءات حتى يعني نتلافى الازمه. امتى نتلافى الازمه؟ طبعا ما حدش يعرف الازمه امتى هتنتهي. خارجين من ازمه كورونا وكان في ريكفري او في استعاضه، نسبه استعاضه جيده، رجعنا في ازمه ثانيه، في حرب ثانيه ما بين روسيا واوكرانيا اثرت على العالم. لكن اللي نقدر نقوله النهارده ان احنا لازم نبقى يعني عن بريكوشس، او يعني عندنا نوع من الحذر في عمليه الاستهلاك، نرشد عمليه الاستهلاك، نقلل من عمليه الاستهلاك. طبعا ده ليه اثار ضاره على الاقتصاد، لكن المفترض ان هذه المرحله او تقليل الاستهلاك والانتاج وضخ الاموال تكون عمليه مؤقته حتى لا ندخل في ركود. نعم. وده اللي احنا خايفين منه في مرحله قادمه. طيب، هل واضح المدى الزمني يعني الذي ستلقي خلاله الازمه الاوكرانيه على نمو الاقتصاد العالمي بما انه طال دول العالم اجمع؟ هو السؤال هنا، سؤال حضرتك، امتى تنتهي الحرب؟ طبعا لا احد يعرف متى تنتهي الحرب. استراتيجيا احنا شايفين ان روسيا لم تستطع ان تجري نصر حاسم من الناحيه العسكريه، هناك مقاومه من اوكرانيا، هناك تدفق من الاسلحه من دول كنا نعتقد انها هتقف على الحياد زي المانيا على سبيل المثال او دول الاتحاد الاوروبي. ان امبارح هولندا طلبت تدعيم، المانيا دعمت بالسلاح، الولايات المتحده طبعا وفرنسا
ودول كتير بتدعم اوكرانيا بالسلاح، وبالتالي لا اعتقد ان سيكون هناك يعني مخرج قريب لهذا النزاع. روسيا تورطت في هذا النزاع كما تورطت في افغانستان بالمناسبه، ولم نرى اسلحه الردع التي قيل انها قادره على ان تحسم الحرب خلال اسبوع او اسبوعين، فيمكن امل الحرب هيطول. لكن السؤال حضرتك، امتى تنتهي الازمه الاقتصاديه؟ اذا انتهت الحرب اليوم سوف يظل التاثير ما لا يقل عن 6 شهور، ما لا يقل عن 6 شهور لـ8 شهور حتى نبتدي تاني في مرحله الريكفري او مرحله الاستعاضه. وكلنا عشنا تجربه امس او اول امس، وهي تجربه كورونا، عندما شاهدنا الشات داون او بلوك او توقف الانتاج على مستوى العالم وتوقف التجاره والسفر وما الى اخره، وابتدى الاقتصاد يرجع تاني لكن ما رجعش بشكل سريع، خد مراحل معينه. وبالتالي حتى لو الحرب النهارده توقفت، باعتقادي الشخصي ان لن يعود الامان بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وحركه التجاره تعود الا بعد 6 اشهر، على الاقل 6 اشهر من انتهاء النزاع العسكري. اشكرك جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.